في الاستديو لينا قانون محللة أسواق مالية في إكويتي جروب. لينا أهلا بك معنا. يعني الدولار يعني أصبح حديث السوق العملات مؤخرا، العديد من العوامل كانت تلعب دور، إن كان ما نشهده من تصريحات لجيروم باول، بيانات الاقتصادية الأخيرة وخصوصا بيانات التي صدرت اليوم إيجابية إلى حد كبير، مع ذلك لا نشهد يعني ردة فعل إيجابية من الدولار. نعم، بالنسبة للدولار الأمريكي يعني بعد ما شفنا ارتفاعات بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية استفاد من هذا الارتفاع، عدنا وشهدنا تراجعات وهي الأدنى في 3 سنوات، رغم البيانات عن الناتج المحلي الإجمالي جاءت تقريبا فوق التوقعات أو ضمن التوقعات تقريبا للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية، إذا ما قارنا طبعا الناتج المحلي بال 33% في الربع الثالث وبالعام 3.5% مقارنة بنمو 2.2%. يعني هذه عوامل إيجابية لم تدعم الدولار. هناك يعني ربما حديث جيروم باول هو السبب الرئيسي، وأيضا جانيت يلين قالت أنها لا تريد دولار قوي، وأن جيروم باول يقول أنه التضخم ما زال ضعيف وأن يجب أن يكون هناك تحفيز أو ما زال الاقتصاد يحتاج إلى دعم كافي، وسيبقي على سياسة النقدية كما هي وإبقاء أسعار الفائدة. هناك من تحدث أيضا أنه ربما هذا الدولار أو يعني التحليلات عم تشير أنه سبب ضعف الدولار أيضا الحديث عن دولار رقمي، يعني فهذا ربما أيضا عم بيضعف الدولار. متوقع أنه الدولار ضعيف يشهد خلال العام ما زلنا نظرتنا نحو الدولار أنه على المدى الطويل أنه يشاهد تراجعات لينا بسبب ارتفاع التضخم، لأنه متوقع أنه يرتفع التضخم. هناك نقطة اليوم الكل يتحدث عن التضخم، عن الريفليشن تريد، هنالك يعني تفاؤل كبير في تسارع النمو في الاقتصاد الأمريكي، ربما العالم ولكن تحديدا في الولايات المتحدة. أصبح السؤال، هل سيصبح الجود نيوز باد نيوز للدولار؟ يعني البيانات الإيجابية، الأخبار الإيجابية للاقتصاد الأمريكي ستكون سلبية بالنسبة للدولار؟ بالنسبة ل يعني نتحدث يعني ربما يعني ليست كما يعني هو ربما أنه التضخم هو العامل الرئيسي، ورغم جيروم باول عم بيقول التضخم ضعيف، لكن هناك الاحتمالية الأكبر أنه يرتفع التضخم، يعني خاصة ارتفاع السلع مثل أسعار النفط رح تزيد التضخم. ويعني عم نشوف كمان أنه كل العوامل الأخرى اللي عم تأثر، يعني حتى بالبيانات عم تأثر، هذا على تؤدي إلى ارتفاع التضخم. فارتفاع التضخم هو عامل رح يسبب بعض الضغط على الدولار الأمريكي، حتى لو شفنا أن عوائد سندات الخزانة الأمريكية عم ترتفع، ولو وصلت ربما لو مستويات أكبر من ذلك لواحد ونصف في المئة، ما بتوقع أنه الدولار يتماشى مع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، لأني حزم التحفيز والسيولة رح تضخ في الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة إذا تم تمريرها مع حزم التحفيز والسيولة هذا رح يضعف الدولار الأمريكي أكثر. ومع توقعات بنمو اقتصادي عالمي خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية، إذا ما قارنا بأوروبا، يعني أوروبا عم تشهد أنه إذا قارنا الناتج المحلي الإجمالي اليوم عم نشوف بيانات إيجابية، بالمقابل اقتصاد في ألمانيا مثلا هناك انكماش بعام 2020 بنسبة 5%. يعني رغم العوامل اللي عم تقول البيانات إيجابية أكثر وتوقعات بالإيجابية، لكن هناك عوامل أخرى عم تخلي أنه تحد من ارتفاع الدولار. طيب لينا، اليوم اليورو يدخل إلى النطاق الإيجابي للعام 2021 بعد أن كان فيها السالب طوال هذه الفترة، هل عكس مسار اليورو؟ هل يعني لاقى هنالك بعض نقاط الدعم؟ كيف تنظرون إلى العملة الموحدة اليوم؟ بالنسبة لليورو أنا بتوقع أنه يواصل ارتفاعاته بهالفترة نتيجة ضعف الدولار، وأيضا التوقعات أنه ما زال في تراجع بعدد الإصابات بفيروس كورونا، وأنه مع التطعيم بشكل على نطاق واسع، يعني ربما ولكن ليست إذا ما قرنت بالولايات المتحدة الأمريكية وبالإجراءات التي تقوم بها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية التيسيرة والنقدية، بتوقع أنه يوصل 21.50-21، لكن اليورو ما رح يعني يكون قوي مثل الجنيه الأسترليني مثلا، لأن كل المحفزات اللي عم بتسويها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ما رح تقدر تسويها منطقة اليورو، يعني رغم أنه يعني التطعيم
بالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا أكبر بكثير ما يحصل في أوروبا. أيضا إذا نظرنا إلى البيانات اللي عم تظهر ليست بالقوية، الإجراءات الاحترازية من منطقة اليورو أو عفوا الإجراءات السياسة التيسيرية والنقدية تختلف عن الولايات المتحدة الأمريكية وعن بريطانيا، فاليورو متوقع أنه يرتفع نتيجة بس بعض العوامل. طب لينا، اليوم الاسترليني الأسترالي النيوزيلندي يبدو بأنه يلقى سباق من سيكون الأفضل، يعني جميع هذه العملات مرتفعة ما بين 3.6 إلى 3.8%. إذا لدنا اختيار، يعني من سيكون الأفضل بين هذه العملات، ما الذي تختارينه اليوم؟ بالنسبة ربما يعني دولار النيوزيلندي والدولار الأسترالي. لماذا النيوزيلندي؟ لأن أسعار السلع يعني مرتبطة بأسعار السلع بالنسبة للدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي. طبعا هدول العملات المرتبطة بالنمو الاقتصادي مرتبطة بأسعار السلع، وخاصة نيوزيلندا يعني قام بتثبيت أسعار الفائدة هناك، تعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا وتراجع عدد الإصابات، وعم نشوف البيانات عن التضخم والتوظيف في نيوزيلندا عم تظهر إيجابية، وأيضا عن مؤشر ثقة الأعمال. يعني كل هذه عوامل إيجابية عم تخلي الدولار النيوزيلندي يرتفع، وخاصة أنه بس لكن هناك بعض الضبابية حول مدى التعافي الاقتصادي، يعني لم تتضح الصورة حتى إلى الآن، لأنه منعرف أنه نيوزيلندا بتعتمد أيضا على قطاع السياحة، فهذا يعني ربما يعني، لكن مع الفترة والمدى متوقع أنه يرتفع، لأن هي عملات مرتبطة بأسواق السلع يعني والنمو الاقتصادي العالمي. لينا قنوع من إكويتي جروب، شكرا جزيلا.